السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا في خليل جيمينج. بختصر المقدمة شوي، لعبة جديدة اسمها بيلدرز اوف ايجيبت. اللعبة ما نزلت لكن هاي تحصلونها على ستيم، اسمها بيلدرز اوف ايجيبت برولوج، اللي هو يعني قبل الاصدار. ما فيها غير كامبين ونيو كامبين، وما فيها غير ستارت از اندب. انا الحين ما لعبت اللعبة على فكرة، وبجرب اللعبة وياكم. قل دام اني بلعب لعبة خلنا نجربها معاكم مع بعض، ونشوف اصلا الدعاية هاي مالها ولا البرولوج مالها شو وضعها شو اموره. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، خلنا نشوف. وين كونديشن؟ في شروط للفوز. يقول لك يجمع 12500 خبز، صدر 5000 طابوقة، وبوتري اللي هي العجن هاي اللي يسوون الرخام فخار مواعين، ودولارز قادر 200 دولارز اظني، هاي 200 نفر يمكن. خلنا نشوف شو الكنترول اللي في اللعبة. هذا مكتوب هاوس اند رود، فود برودكشن انتاج الاكل، سانيتري بالماي، البير نبني، والفير اللي هي تعرفون والفير صح؟ مش والفير اصلا، هذا وير برودكشن فيث ريليتد ادمنستريتيف. خلينا نشوف شو عندنا. انزين شو بيقولنا الحين نسوي؟ انشور توتوريال انكلودد فور ايرلي اكسس فيرجن. هاي ايرلي اكسس يعني في الى اخره الى اخره الى اخره. دق سبيس عشان تكمل. يقول لك مصر القديمه كان يدفعوا لها بالبير، بنقول عصير ما عليه، والخبز ما عندنا اي مشكله. The settlement development should start by designing grid of streets. اوكي. يقول اول شيء لازم نبناء عشان نحن نبدا نبني، لازم نسوي شوارع. تعرفون اللي تابع قناتي يعرف الشغلات المفضله مالي اصلا الشوارع، هي اكثر شغلات انا اركز عليها يمكن الشوارع. تعرفون انتم اصلا اداء المدن يتغير باداء الشوارع، يعني مثلا سيتي سكايلاين اللي يلعبها اللي ما عنده اداره جيده حق المدينه خلاص ما عنده اي اداره للزحمه، لان كل الصادر الوارد يطلع عن طريق منو الشوارع. المهم خلنا نسكت ما نتكلم عن هالموضوع. انزين الحين سوينا نحن اللي هو الشوارع مثل ما هو، يبا الا شارع واحد حبه وحده نسيناها لحظه، هلا نحطيها هني. انزين الحين الشيء الثاني يقول لازم يكون عندنا بيوت، لان البيوت هي اللي تسكن الناس. بنحطي بيوت، كم بيت يبغانا نحطي هني؟ 8، وفي فراغات بينهم. انترستنج، مثير للاهتمام. انزين حطينا البيوت، الحين البيوت شو يبالها؟ هاوس ليفل. نايس، فيها مجموعة بيانات حلوة، اظني بتحمس يوم هاي اللعبة بتنزل. انزين يقول بيوت في اماكن نفساي بتشجع المهاجرين يون الى اخره الى اخره الى اخره الى اخره. تذكر دائما انك تقدر تهدم. اوكي بدينا ليتس براكتس دمرين، خلينا نتدرب الهدم على الشارع. زين توي بنيت الشارع، والله عيب عليكم. انزين اوكي يبون شو اسمه، عندنا فاير ستيشن، نايس، مركز اطفاء عندنا، والله حلو. انزين بيكون في رينج وهذا. والله نايس. شوفوا 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 المدى ماله حلو مرسوم رسم. المدى الاخير اظني الخط الاحمر، بعد الخط الاحمر ما يكون عندنا اي مدى. انزين شو اللي بعده؟ يقول تو سيلكت هاوس دق رايت كليك عشان كليك عشان تاخذ الهاوس. يوزر تو سيلكت هاوس ديتيلز فور ذا، يقول لي رايت كليك بس ادق لفت كليك يستوي. المهم اللي هو فهمناهم، في عندنا التحذيرات، في عندنا كل شيء. هذا اول شيء شفناه. اوكي كل بيت له مواضيع الخاصه. ان اوردر تو جريد هاوس وي شود بليس ان اكوردنس وذ ريكويرمنتس هاف جاست اوبزيرفد ويل تو كلوز رينج. اوكي الى اخره. الحين لازم نحط يقول بير على اساس انه وحده من اساسيات البيت على اساس الناس تسكن، والبيت راح يتطور اذا كان عنده الشغلات الشروط اللي كانت عنده هني. مثلا هي يسكن خمسه، الشروط ماله نيد فور ابجريد اكسس تو ويل، انه يكون عندهم بير. والله حلوه الحركه اني اعرف كيف اطورهم. انزين لازم نبدا انتاج الحين الشغلات الاساسيه على قولتهم، اللي هو كليبت هذا مال الطين على اساس نقدر نسوي الفخار وغيره صح. انزين الحين لازم انا اسوي ساعدوني هاي شو. انزين الحين لازم نسوي ستوك بايل
مكان حق التخزين، مكان التخزين مالهم حلو على فكرة، متعوب عليها اللعبة كأشكال والله بتكون ممتازة، بس صوتها شوي خفيف. لحظة، كيبو اوديو، سوري، شو اللحن اللي عندهم؟ خلنا نشوف، كنت متحمس شوي. انزين خلاص، الحين لازم نسوي كل بيت قال نحدد لهم وظائف، بس عندنا الحين ما عندنا وظائف، هاي المشكلة، ما عندنا وظائف. انزين الحين هذا شو يبغى مني؟ بريك ميكر عشان اسوي طوابيق، كل شيء مرة واحدة ياباني حتى يتعلم يبغوا يفتكون مني، يعني ما يبغون طول اللعبة يتمون يعلموني. وهذا في كويرز يقول لازم نبنيهم على البحر على اساس ان نقدر نسوي فيهم انتاج. انزين لازم يكونوا متوصلين في الشوارع، نايس، هذا شيء حلو. Inhabitants food need to improve their houses before they create another production chain each. اوكي، الى اخره الى اخره. الحين لازم نسوي مال الصيد، الشغلات المعتادة اكثرها يا جماعة الخير، يعني ما في شغلات كثيرة. الحين نقدر ننتج اكل، يفتح لي اياهم حبة حبة لان استوى عندنا سمك. انزين، وهو بيتوزع عن طريق السوق بازار. اوكي حلو، يعني ناخذ السمك نحوله اكل، نرجع مرة ثانية شو نسوي فيه؟ حاول، خلينا نسوي زوم ان نشوف. اوه نايس، الناس قامت تتي، يايس، نو ورنينجز، ما في شيء زعلاني منه الى اخره. هنزين الحين يبانا نبني ريجن، انترستنج، ابيدوس نكتان، ما ادري منو. مثلا هذا ابيدوس، اقدر اسوي تجارة معاهم، 200 اكل، اقدر اسوي تريد روت معاهم. انا وين؟ اوكي، هاي المدينة الوحيدة اللي انا اقدر اوصل لها، بس انا وين؟ انا وين؟ ديشيرت تسميح ما ادري منو. اوكي، to open trader select just this currently only in city open trade route. انا فتحت التريد روت وياهم، this trader route opened, welcome to the city to exchange الى اخره. click economy icon، هذا اللي فوق الاقتصاد. اوكي، اقدر اعطيهم اظني طوابيق. انا ايش يقول كان اكسبورت تو ذس ار بريكس، ليش؟ لان انا قاعد انتج طوابيق هناك، فببيع لهم طوابيق فور اكزامبل اكسبورت، حلو، انا بصدر لهم هذا الشيء، هم بيعطوني اكل، والاكل هي العمله حق التبادل التجاري مثل ما قالوا لنا شو اول اللعبه. بيسكس اوف ذا جيم، فوكس كومبليت الى اخره، كونديشن اوف فيكتوري ميشن، هذا المشن مالنا نقدر نطلعهم من هني، نايس، مش غلط ابدا، نقدر نسوي صح. يعني هذا هني نقدر نرجع للبيت ونقدر نشوف منه التريد، ونقدر نشوف منه المهمه مالنا، ونقدر نشوف كل شيء، بس يمكن ما نبي نخلص المهمه بسرعه، يمكن نبني بالعيد شوي. انزين الحين وين نحدد؟ قالوا لنا access to one type of food. اوكي، عندهم هني لازم اكل. انزين available workers 0 من 7، هني ما عندنا اي عمال. وين نكتب لنا هني 0 عمال؟ available workers 0، number of inhabitants 84. زين متى بيستوون هم عمال؟ هل لازم اي هني شت داون؟ ما با في عمال، 8 من 8 هني، في 10 من 10 هني، اوريدي الانتاج شغال. اوكي، وفي عندنا شو هني؟ فيشنج وورف، هذا مال الصيد. انترستنج، خلني اشرب شوي قليل من القهوة لا يضر. يا سلام، زين زين القهوة. زين خلنا نشوف الحين هذا شو يبغى منه؟ ما عنده اكل، ما عنده وركرز، هذا عنده 6 من مدري كم وركرز. مشكلة اظني الصفر الافاليبل عندي، ولا يمكن خلنا نسرع اللعبة لان هاي قاعد يمشون يشوفون من وين؟ لأن كل بيت يشيل كم؟ 7، حلو؟ 7 في 8 أظني 42 يمكن؟
لازم أكثر، 7 و8 أكثر، 2 7 7 42 زائد 8 50 لازم يكونون، وأكثر الحين زاد. أوكي نايس، هذا معناه هذا المكان مفروض يحصل عمال، حصل 2، هذا معناه هاي ممكن مفروض يستوي عندهم أكل. إذا استوى عندهم أكل قلنا بيتطورون، عرفتوا؟ فشوفوا هاي اللي عندهم أكسس تول، هاي اللي عندهم الليفل 2 سيتي ريتنج، عندي أخبار كل شيء زين. ابجريد دونات ابجريد، خلنا نسوي هذا دونات ابجريد اظني لانه احمر. هذا شو؟ والله يا جماعة الخير الوضع فيه انه ليش؟ لان انا عندي هنا شو سمك ستوك بايل الى اخره، هاوس اند رود، ابى ابني بلازا اقدر ابنيها. خلوني شو بسوي هني، هم يشتغلون صح، بسوي بلازا بهذا الصوب زين في الوسط يعني نوعا ما، بس ليش ما اقدر ابني هني؟ ابال البلازا على البحر على اساس لو بنزينا عقب يكون شكله طيب، بس اخاف يسوي شيء للمدينه وتلعوز فيه. انزين خل نبني للشارع للبلازا، طبعا البلازا سبيشل لازم يكون هني، ما اقدر ابني اساسا. شوفوا خلنا نسوي شارعين بالطريقة هاي. بلازا هذا مكان يتمشون فيه يعني، انترستنج. ديكوريتيف بالم، شيرة اقدر احطي لهم، مش سيء الصراحة، مش سيء. اقدر احط شيرة هني، شيرتين هني، ما اعرف انا كم قاعد اخسر اكل، لكن قاعد اخسر اكل حاليا. عندي 56 نفر وعندي هني عاملين. انزين خلنا نحطي وراها البيوت، لا هذا لازم اشله. ليش؟ لانه بسوي اختصار حق بعدين. خلنا نشل اشله بدون سابق انذار، يلا خاف اشل البيت بالغلط. انزين خلنا نشل هذا، نسوي شارع في الوسط، ونسوي الناس عايشة في نص السوق، لأن السوق حق منو بشكل أساسي؟ السوق حق الناس صح، بس إذا أسويها بالطريقة هاي هذا أبا يضبط مع هذا أنا صراحة، وما راح يضبط. لا بغير هذا يعني، بسوي هذا هني زين، وبمسح هذا يا حبيبي. انزين بنمسح هذا الشارع، بنحط شارع سيدة من هني لين كم ياخذ مني اكل هذا؟ شكل الشارع بيض اصلا بكبره الموضوع، خلنا نسوي بالطريقة ها، ما ياخذ مني اكل صح، بس الهدم خذ مني اكل توه. اوكي يرجع لي ولا يشل مني؟ لحظة خلنا نشل كل شيء، بلازا هذا مكانه تعبان، ياسر رجع لي اكل نايس. انزين بنحط البلازا هني في الوسط، شوفوا الديكوريتيف هاي بلازا، اباه ينشب للناس بالطريقة هاي هني، وبحطي له الشارع لين هني. خلنا نسوي المدينة مربعة، لكن مش مربعة يعني، على فكرة اساسها مربعات يعني ما في كيرفز. هذا شوي معواية. اوكي ممتاز، هذا معناه اقدر اسوي بالطريقة هاي. حلو، خلي الناس تقعد هني، ما اعرف ليش يبون يقعدون هني، بس فرضا يبون يقعدون. انزين الحين بنحط بيوت بكم؟ 15 فوت. حلو، بحط بيتين هني، بيتين هني، بيتين ورا السوق، ورا السوق وبس. ها كل البيوت اللي بحطيها هني، وبحطي لي هني الشارع. ليش؟ لان هني بقدر اسوي الشارع سيدة، شوفوا نايس. حركات سيتي سكاي لاين نوعا ما، بس احس انها يعني اوكي، احس انه اوكي، لان هذا الحين كم واحد يشتغل فيه؟ 6. حلو، الستة شغالين عدل. انزين هذا كم نفر يشتغل فيه؟ هذا ناقصني عمال مثلا، هذا ناقصنا صح. الحين هل بيوت تطوروا؟ لان عندهم شو؟ بير مي، فمعناها هاي شو يبون على اساس يتطورون؟ بير مي. فبالتالي بنروح للفود برودكشن، اوه عندي مزرعة. اوكي سانيتري هذا كان،
أبى أبني مكان في ماي جنب الطين، جنب الطين ما عندي. شو اللي محتاج أساس إني أبني أنا هذا؟ 50 أكل، عندي 50 أكل أنا، ليش ما أقدر أبني؟ R روتيتا، أوكي. هو يتأقلم مع الشارع على كيف شو؟ آه ها، مش كل مكان أقدر أحطي ماي، لازم ألتزم في المكان الأخضر. أنا أقدر أحطي عند هذا البيت ورا السوق واللي هو نوعا ما منطقي، فإذا جيت وحطيت عنده نخلة ممكن يكون منطقي أكثر بيت الريال هذا، فممكن هاي يطورون. يعني هذا البيت كم يشيل؟ 7 أشخاص صح؟ هالبيت يشيل 5 أشخاص، فقاموا تطوروا على طول. انزين هذا البيت يحتاج شو اساس انه يتطور؟ access to one type of food. انزين عندهم هذا بازار مالهم فاضي لان هذا ما بدا انتاج عدل اظني. انزين اذا هاي الحاله انا ابى اسوي مزارع، المزارع منو بيداوم فيها؟ بخلي المزارع هني عند المصانع هاي. حلو، هني ابى ابني لهذا البحر بستعمله سكانيا، حلو، بالطريقه هاي لين هني، والباقي بستعمله تجاريا. هاي خطة استراتيجية لا نهائية. ايش تقولوا انتو هني؟ خليل بيلدنج يا حبيبي. انزين خلنا نفتح الفود برودكشن، يبالي وقت لين اتعود على الايقونات هاي. المزارع انا مزارع وضعها صعب. عندي اماكن معينة هو يحدد لي شو انتج وين انتج. اوكي، ها شوي بيكون مزعج. بحط مزرعة مزرعتين وبحط الشارع من وراهم اللي هو مجبورا اخاك لبطل وعقولتهم لين هني. كم عامل يبالها؟ يبالها كل مزرعة يبالها 10 عمال. انترستنج. كنا وايد شوي نوعا ما، كثير الصراحة بالنسبة لهذا. بس المهم اشتغل عنا ليبر كونسندنس ان كرنسي، المهم محتاجين ننتج فود. لان الحين اذا انا اشوف الايكونومي مالي اقدر اشوف كم انتاجي من هذا. فاينانس انا ما عندي اي فاينانس. دبلوماسيتي ستاتس، اوكي انترستنج. طريقة شغل اللعبة شوية غير عن باقي الالعاب بطريقة جيدة، يعني ان الحين هذا ما ينتج. اوكي محتاج وقت، وهاي ليون من البيت الينا هناك، هذا في 9 عمال يشل. هذا رجع اتطور مرة ثانية، هذا لان عنده اكل. زين زين هذا عند الكل ترى، يعني البيوت بشكل عام بخليها محصوره هني، لان هني عندي عمال، هني عندي عمال، هني عندي عمال، وعندي 9 عمال زياده. يعني حبيب البحر، يعني انت وقتك كنت تغرق مزرعتي يعني ولا كيف؟ بالله لا والله خبرني، يعني والله ما في مكان ثاني ازرع فيه. لا ما في مكان ثاني ازرع فيه، نكبوني اقسم بالله. شو عبط هو ولا عبط يعني؟ اذا بيرجع للطبيعي ولا رايتك لك، هي رجع طبيعي الحمد لله. بما ان عندي 9 عمال غير، بركز شوي في البداية على الاكل، لان اسوأ شيء في هالالعاب الاكل والله. يا جماعة اخي ترى بدون اكل هنا الوضع منتهي. زين خلنا نشوف الهاوس. هاوس ما ببني بيت لان هذا بيتطور بيستوي عنده اكل. هذا شو وضعه؟ وضعه بيض هذا، لان هذا انتاجه كيف؟ صفر. زين هذا كم انتاجه؟ ليش هذا 6% قاعد ينتج؟ معناه لازم نزيد كمية انتاج المكونات على اساس ان نسوي اكل. هذا اللي مفروض نسويه الحين. لحظة، اذا بالطريقة هاي بيكون صعب ان البيوت هاي كلها تتطور. بس هل هم يتطلبون مع الوقت اكل؟ انا هذا الشيء لازم اعرفه طبعا. خلونا اول شيء نسوي مكان، لان ما فيها وايد ديكوريشن واللعبه مسكره. عندنا فيث ريليتد شراين، نقدر نبني معبد ولا شيء من هالقبيل. تعرفون نحن هني نادي كل شيء مسيد. زين فيشنج هذا عندنا، هذا عندنا، ما في وايد شغلات ان لازم تعود على رايت كليك مش سكيب. زين هذا كم عامل فيها؟ 10 10 10، وعندي 6 عمال زياده.
عندي 6 عمال زيادة، معناه يا أقدر أنتج طين زيادة، لأن كم عندي الحين تشوفون أكل 1100 ولا هذا شو على الخريطة. ميشن ديسكريبشن، أنا ما بوصل ميشن الحين، أنا بأبني، لأن أنتوا استوى عندكم للأكل يشلون أكل هايل صح. البيت عندي 777 اسمك ليش؟ سؤال 100 يعني المشكلة مش في السمك، المشكلة في الناس اللي قاعد تاكل كل شيء. يعني انت في عندنا كل شيء نحن كأوبشن، بس ما في فاير ستيشن يوصل للكل حاليا. انزين معناه كلي بيت بوتر بريك ماركتر، احنا ما عندنا بوتر، هذا اللي يسوي يسوي الزخرفات وهي السوالف، حطيها مرة المزرعة ما ينفعها، كل شوي المكان غرقان، انتاج رايح في عينها. زين بحطي هذا ورا صديقنا هذا لأن في شارع منه. زين أقدر أمدل الشارع، لو تشوفون هذا الشارع، هذا كم عامل يبا؟ يبا 10، عندنا 6. الحين واحد من البيوت لازم يتطور، أو واحد من هاي لازم ينتج، لأن هاي كل شوي غرقانين. و شو حل الغرقان مالهم ما اعرف، بس اظني لان بته وهذا بيصلحونه بعدين مع الوقت، ما اتصور بيتم على نفس الطريقه، لان الحين اذا بحل المشكله حلي ابسط من اني اسوي هذا كله احطي حق السمك واحد، ما اقدر احطي واحد ثاني، لازم هم يحددوا لي وين انا احطي موارد الاكل، وهالشي مزعج 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 للغايه. خلينا نشوف العمال بيون هنا، خلينا نسرع اللعبه شوي، ابو هذا ينتج وكل شوي الحبيب قاعد يغرق تحت الماي، وهاي مصيبة صراحة. فكيف مفروض ننتج؟ هذا الانتاج استرو، هاي طلع لنا استرو، بعد استرو شو نسوي فيه؟ اوكي كم بينتج ذرة؟ الحين لازم يشلون الذرة صح، اذا ما غرقنا مفروض يشلونه. خلينا نبطل اللعبة شوي، خلينا نشوف هذا شو يسوي. هذا محتاج طين بس، هذا يصدر طين، هذا محتاج طين وسترو على اساس انه يسوي برك. اوكي زين، قبل ليش ما خليتونا نسوي مزرعة على اساس نسوي سترو؟ سترو القش يعني، يخلطونه في نص الطين ويستوي حصاد. انت هني شو عندك مشكلة؟ وين تسل؟ هذا منو؟ يبا يشتري بل بيبيع لي 150. Want to buy. Awaiting for wheels. Going to stockpile. اوكي اظني هذا ياي مال التريد اللي سويناه، الخطة تذكرونها. زين اذا بنفتح الخريطة، ولا الخريطة مفتوحة اساسا؟ لازم نعرف شو السالفة الحين على اساس. اوكي نايس، معناه في احتمال يكون عندنا في اماكن زراعة ثانية غير هذا المكان الغرقان. أبى مكان نزرع فيه. أقدر أوصل الشارع لهني، خلونا نوصل الشارع. أقدر مدخل المدينة شارع مبسيدة، نايس. أظني مفروض يسرع ال بسوي بالطريقة هاي على اساس ان المدخل اوكي، اذا ما عجبني بعدين اقدر اشله ما عندي مشكلة، بس هذا الشارع الرئيسي اللي يدخل المدينة اساسا، فمن هذا المنطلق انا اقدر اعرف شو الاراضي اللي صالحة للزراعة الحين اللي هم هايل، بس هاي كل شوي غرقانين، فان هالشي مضايقني، فمش قادر البيت انه يتطور على راحته. الحين هايل اساسا هم يتطورون، شوفوا الحلو انه يعطينا شنو نتطور. محتاج تمبل، قلنا نحن الفيث اللي هو هذا التمبل يتعبدون وتبر يبون يسوون كيفهم، ما يخصنا فيهم، بس المهم خلنا نطورهم. هذا معناه انا لازم اودر صرف تلسكيب ممسك في هذا، شوفوا يغطي المكان كامل شراين. انزل هذا معناه هالبيوت راح تتطور وتجيب ناس زيادة من غير ما احتاج اني ابني زيادة، يعني هالمنطقة مفروض تكون كافية. بس المشكلة عندي الحين في توليد الاكل، لان توليد الاكل عندي جدا تعبان، وما اقدر احطي مال اكل اي مكان الا الاماكن التعبان اللي هم محددينها للاسف، اللي هو هذا اول واحد
والمكان الثاني اللي هو مال الذرة اللي هو هني، ومش قادر احط ذرة مكان ثاني. خلنا نشوف فيها مكان ثاني للذرة، ولا ما اقدر اشوف الا اذا امتديت. انا هذا سؤالي الحين. اللعبة جديدة وفيها مثل ما تقولون اللي هي اتعلم شوي، لا لازم نتعلم. انزين الحين انا عندي هاي الحلو اللي هم هني على اليمين عند الخريطة لو تشوفون معاي. نبغى نشوف ريكوردز. انزين ابغى اشوف شو عندي موارد. ابغى اشوف هني الايكونومي مالي انا صح. 900 كلي عندي، 300 بوتري عندي، 800 سترو عندي، بس هل الذرة ما عندي. ما اقدر ارتبه بال، يا ليتني كنت ارتبه بالعدد عسى بعرف شو عندي شو ما عندي. هاي شو عندهم اقدر اسوي هني تريد وياهم. فمثلا خلنا نعطيهم مش اكسبورت هني، لا نقدر نصدر. نحن وايد شغلات بوتري نقدر نصدر صح. خلنا نصدر بوتري دام اني انتج شغلتين عندنا صح. ويجز اوه ادفع فلوس وايد بعد على الاكل، يعني قبل لا امتد لازم افكر وايد، لان هني الحين عندي البازار فيه 5 تنفار يشتغلون، الكاريرز 4 من 5 شغالين جالسين يوزعون الاكل. بس هذيل قمة القهر هذيل، شوفوا يوم يغرقون ما في انتاج. هل هذا جزء من اللعبة اما هذا شيء لازم يصلحونه؟ انا صراحة مش متأكد. انزين خلنا نوصل لل للي يبونه. قلنا ندخل هني نشوف المشن من هني ديسكربشن مشنز. يبون برد اكسبورت 600 برك 2500 بوتري جاذر. هذا جاذر مش اكسبورت. لازم اوقف التصدير. يبون 200 نفر، يعني لازم اجي هني اوقف الاكسبورت اخليه ولا شيء وبعدين اوقف انتاجه. واجي هني رغم الظروف الصعبة شو اسوي؟ بحطي مزرعتين املا انهم يقدرون ينتجون شيء يكفي في المقابل. يا ليتني قلبتهم، اشكالهم غلط بالطريقة هاي. اقدر اسوي لهم روتيت الحين؟ ما اقدر للاسف. اظن حطيتهم خلاص ريسك في كولابس. ما في ريسك في هذا، ما في معناه بنحتاج عندنا عمال زيادة راح يشتغلون. هذا تطور الحين، شفتوا كيف يتطور ولا نقص تطوره؟ نقص، هذا ما زاد. اوكي ان احنا في مصيبة مصايب شكله. هذا 4 من 6 يداومون هني، معناه اذا هاي لهني ينقصون هاي مصيبة. انا خليني احطي هني بيت زيادة. ترى شوفوا هي النكبة متي الا ما بحطي بيت زيادة، بحط شوي زيادة. هاي تستوي قمة النكبات في العالم ترى عندي. خلنا نحط هاي على منظر رومانسي. ما اقدر احط هاي هني. عندهم مي، عندهم ضمن تغطية المي، ضمن تغطية البازار. اوكي نايس. انزين الحين في 500 سمك بس هاي مش ملحقين. 5 كاريرز عندي 89 شخص وما يكفون حق الانتاج. هاي المشكلة الحينة. بس هاي اللي ينزل، اذا نزل مستواهم يهدمون البيت يبنون بيت اصغر. والله مثير للاهتمام الصراحة. المبدأ عجيب، المبدأ عجيب، المبدأ نفسه عجيب، يعني حلو الصراحة، طريقته حلوة. بس ابى اشوف كيف اللعبة بتتفاعل معي اذا انا جيت وحطيت وين صار بازار ثاني اساس ازيد عدد العمال. ما بيخليني احطي بازار ثاني وين ما انا ابغى. زين خلينا نحطي بازار ثاني. مشكلة عندهم اكسس، مفروض انه يكفي، فمش عارف. هاي بالا استكشاف الحين. حلوة اللعبة، حلوة فيها ميزات حلوة. مايلستون خلصنا اللي هو ستلمنت. شو خلصنا نحن؟ خلنا نشوف. ما خلصنا شيء، بس خلصنا ستلمنت شكله. لو كنا مخلصين شيء كان حالنا احسن. هذا كم نفر يشتغل فيه؟ 0 من 10، 8 من 10، 10 من 10، وهذيل قاعدين يتطورون.
اوكي انترستنج وي، طريقة وايد 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 انترستنج. المهم خلص وقت الحلقة، بنشوف شو سالفته بعد بعدين. المهم نشوفكم في حلقة قادمة على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.